بالدم بديك يا يمن بالروح بالدم. بهذه الكلمات الصادقة التي يزأر بها اليمنيون من أعالي الجبال وفي الوديان والمدن منذ بداية شهر سبتمبر ترعب الميليشيا الحوثية وتدفعها لاعتقال كل من يرددها في مناطق سطوتها. وما أن اقترب موعد الاحتفال بالذكرى 62 لثورة السبتمبرية الخالدة، كثفت الميليشيا من حملة الترهيب والاعتقالات بحق كل من يدعو للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. شخصيات بارزة وأكاديميون أبرزهم الشيخ القبلي أمير راجح والدكتور سعيد الغليسي والدكتور أحمد العشاري وغيرهم من المواطنين اعتقلتهم الميليشيا الحوثية كونهم دعوا على صفحات التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة التي قضت على حقبة الإمامة الرجعية المتخلفة في ستينيات القرن الماضي. توجس وقلق تعيشه الميليشيا من الصورة العفوية التي خرجت العام الماضي ورفعت علم الجمهورية اليمنية ورددت شعارات وأهداف الثورة السبتمبرية الخالدة، لتسارع الميليشيا بصورة استباقية لأخذ تعهدات ممن تم اعتقالهم العام الماضي، ونشرت عناصرها بما يسمى الأمن الوقائي في الشوارع لإرهاب المواطنين والحد من الاحتفال بالسادس والعشرين من سبتمبر لتكشف وجهها الحقيقي ونواياها الرجعية التي تحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وترسيخ سلطة الكهنوت وإعادة اليمن إلى ثالوث الفقر والجهل والمرض الذي ميز حقبة الإمامة البائدة.